تجد طهران نفسها في كل مرة في مأزق كبير، هذه المرة تورط من أجل حقوق المرأة. نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، وعلى ضوء الاحتجاجات الإيرانية المستمرة، تعهدت بالعمل على إخراج إيران من لجنة أممية معنية بحقوق المرأة، مشيدة بشجاعة الاحتجاجات التي تقودها نساء ضد النظام الإيراني. وجرى الاستماع خلال الجلسة إلى نشطاء إيرانيين حضوا على الثبات في دعم المحتجين. الممثلة والناشطة الحقوقية الإيرانية البريطانية نازنين بنيادي تحدثت خلال تلك الجلسة، وقالت إنها عملت بمجال حقوق الإنسان في إيران منذ سنوات عديدة، وفي كل تلك السنوات لم ترى مثل هذه الوحدة لتحقيق المثل العليا. وأضافت أن الجزء غير المسبوق في هذه الاحتجاجات في إيران هو أنها كانت بقيادة النساء. وأشارت بنيادي إلى أن المواطنين الإيرانيين لا يقاتلون علناً ضد علي خامنئي البالغ من العمر 83 عاماً فحسب، بل يقاتلون أيضاً ضد قوات الأمن للدفاع عن أنفسهم. بنيادي البالغة من العمر 43 عاماً تعتقد أن مقتل ماسا أميني في الحجز في إيران ضرب جوهر كل شيء نشعر به بشأن حرماننا من حقوقنا ومدى هشاشة حرياتنا على حد قولها. بنيادي الإيرانية الأصل تحدثت عن شجاعة المرأة الإيرانية، منوهة إلى أنهن في الصفوف الأمامية خلال الاحتجاجات، ومن المرجح أن يتعرضن للضرب على أقل تقدير إن لم يتم قتلهن وسجنهن، ومع ذلك فهن يقمن بذلك على أي حال. دعت نازنين بنيادي التي ظهرت منذ أول الاحتجاجات مساندة للإيرانيات للوقوف إلى جانب النساء، كما دعت كل دولة وكل دولة عضو في الأمم المتحدة بحاجة إلى العمل بنشاط نحو إنشاء هذه الآلية الدولية للمساءلة بشأن إيران. الاجتماع الذي ضم عدداً كبيراً من ممثلي الدول الأعضاء الدائمة وغير الدائمة في مجلس الأمن كان فرصة للجميع للتعبير عن آرائهم حول القمع في إيران التي تشهد حالياً موجة احتجاجات كبيرة غير معهودة منذ سنوات، اندلعت شرارتها في أعقاب وفاة الشابة ماسا أميني خلال وجودها قيد الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق.